لكن خليني، يمكن النهارده كان في لقطه ما عجبتش الكل، والكل اتكلم عليها طبعا، هي لقطه نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الاول والاولمبي احمد سيد زيزو. انا ما كنتش حابب ان انا اعلق على الموضوع او اتكلم على اللقطه، لاني زيزو انا بعتبره من اللعيبه المهذبه، لعيب على خلق، لعيب منضبط، لعيب دايما بنشيد بيه وبادائه. وزي ما قلت ان انا بالنسبه لي في لعيبه انا شايفها ان هي دايما لازم تتاخد كده كمثل وقدوه. فلحظه تبديل احمد سيد زيزو ما عجبنيش رد الفعل اللي حصل مع عادل مصطفى ومع مكالي، ما كنتش هتكلم على الموضوع. ولكن يمكن قبل الحلقه على طول فريق الاعداد جاب ان زيزو نزل ستوري او نزل تويتا على طبعا انستجرام وكده، وكتب بما معناه ان انا شايف ان في حاجه بتتحقق، يعني بالظبط كده. ف كنت اتمنى ان يعني زيزو يعتبر كابتن في المنتخب الاولمبي او واحد من اللعيبه الكبار، فلازم رد فعله يكون افضل من كده. خليني اقول لكم على حاجه كمان، ان الموضوع ده ما حصلش النهارده بس، لا هو حصل قبل كده في لقاء اوكرانيا الودي، وجمعته جلسه مع مكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي بعد اللي حصل ده لما اتغير في المباراه الوديه، وطلب منه ان يعني ما يبقاش ده رد الفعل، لان هو لعيب كبير، لعيب مهم بالنسبه للمنتخب، قدوه بالنسبه للولاد الصغيرين وكده. وحصل تاني النهارده امام اوزبكستان، والاهم من كده ان زيزو ما اكتفاش، كان لازم بالعكس، انا توقعت ان مثلا ممكن ينزل حاجه ان يقول مثلا انا كنت متضايق وانا خارج، انا كنت رد فعل طبيعي ان انا كنت عايز اكمل، انما فوجئنا كمان، يعني كنت اتوقع ان هو يكون في نوع من انواع التبرير او الاعتذار، انما ده ما حصلش. اتمنى انني وزيزو عليهم دور كبير جدا جدا، لان زي ما قلت هم مثل وقدوه، لازم هم اللي يحتووا اللعيبه، لازم هم اللي يكون تصرفاتهم تكون فيها يعني زي ما بقول كده يكون مثل وقدوة علشان اللعيبة الصغيرين اللي موجودين معاهم. مفيش مشكلة، ممكن انت في وقت من الأوقات ما تبقاش موفق والمدير الفني شايف انك انت مش موفق، مفيش أي أزمة خالص. في النهاية المدير الفني لما خدك عن قناعة، وخد النني عن قناعة، فهو بيدور على طول الوقت اني ازاي نكسب. فممكن ما يكونش زيزو في يومه أو في حالته، مفيش أي مشكلة خالص، واحد تاني ينزل وياخد مكانه، مفيش أي مشكلة خالص. دي نصيحة لزيزو، لأني أنا بعتبره زي ما بقول من اللعيبه المهمه، من اللعيبه الكبيره، من اللعيبه اللي عنده ثبات في المستوى، فما كناش نحب ان الصوره دي يظهر بيها احمد سيد زيزو. واتمنى ان يتدارك الموقف بسرعه، لان زي ما قلت هو كابتن للمنتخب الاولمبي وقدوه للاعبين المتواجدين معاه، فنتمنى ان الموضوع ينتهي سريعا عشان المنتخب يكمل المسيره بتاعته، او المنتخب الاولمبي يكمل المسيره بتاعته في افضل صوره. طيب خلينا قبل ما نتكلم على مشكلة أو الخطر اللي بيهدد طبعا كرة القدم المصرية،